خلي لي الواد هادي راه هذا اسمي خلي لي راه عندي تيرك تيرك ولكن صافي مشاوات دانت هادي بحال يتك تسخلي لنا فلاح كنمارس سميتو التمر كنقطع للناس بسميتو كنقطع لهم التمر كيعطيوني حقي ولكن دابا منين جمعتو جا الواد داه كامل منين داه دابا تقريبا راه عندي الكاليتي اللي النوع ديالها بوبخوت وداه كامل هاد هاد شويه اللي خلاه هو اللي باقي عندي دابا راه كلشي مشى خسر حيت بوبخوت الا مشى الماء تيدخل ليه الغيص راه مشى بالنسبه للكميه تقريبا طون طون ونص اللي دا ليا الثمن ديالو كيتباع هو ب 50 درهم 40 درهم داكشي باش كيتباع وبالنسبه للمبلغ ديالو تقريبا مليون ونص حتى جوج المليون داكشي اللي غادي يكون فيه ودا لينا الكما حتى هو وما خلا والو كلشي داه بالنسبه للبحير كلشي تصاب كلشي 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 تصاب لان ما عمرنا شفنا في الحياه ديالنا بحال هذا الواد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زعما تقريبا 60 عام قريب نوصل عام ما عمرنا شفنا في حياتنا هذا الواد كاع لان ما الواد طلع على 20 متر الفوق راه حاجه معجزه نقول لك واد نقول لك ما عرفت اش غنقول لك كاع اش غنسميه كاع واش طوفان واش واد واش معجزه ديال الله سبحانه الا هو الله الا العجوبه باش تنجينا شفنا حتى عينا هربنا خلينا الديور خلينا كل شيء ما خلى لينا مازال والو لا حوايج لا الحوايج لا ما ناكلو لا الدقيق لا السكر لا الزيت كل شيء داه الفراش دابا نيت راه عند الناس فاش شديناهم الحوايج اللي لابسين دابا نيت راه عند الناس فاش شديناهم كل شيء مشى ما خلى لينا والو ولا قطره الزيت وقلب السكر ما خلاش راه كل شيء مشى بالنسبه لهذا العام وهاد الشتاء راه كل شيء مشى ما بقى ما بصفة نهائية بالنسبة للتمر راه مشى لأن ما التمر إلا مشى الماء تيدخل ليه راه داك هو العدو ديالو وقرنص غادي تبقى ما لكن إلا في الصناد ولا الحوايج ولا كل المهم كي لا يلاه وصافي التلفازات ولا تنتهي ولا